السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض شرح منهج الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025 وحل كتاب المعاصر بالكامل. خدنا مع بعض الوحدة الاولى والوحدة الثانية، ووصلنا في الوحدة الثانية لغاية lessons 4 and 5، الدروس الرابع والخامس، رايتنج كتابة وبروجكت مشروع. هتلاقوا قائمة تشغيل فيها شرح المنهج بالترتيب وبالتفصيل وحل تدريبات الكتاب. ونبدأ مع بعض. بيج 79، صفحة 79. فوكابلري، الكلمات بيتس، بيتس يعني حيوانات أليفة. ليزارد، ليزارد سحلية. بيرد، بيرد طائر. فيش، فيش سمكة. كات، كات قطة. سوفت، سوفت ناعم. اندبندنت يعني مستقل. اندبندنت. نيجاتيف سلبي. بوينتس نقاط. ويل بينج يعني راحة أو صحة. كلوز يعني مخالب. بوزيتيف إيجابي. فار فراء أو فرو فار. فريندلي ودود. شارب حاد. The knife is sharp، زي السكينة حادة مثلا. بيتنج تدليل أو ملاطفة. بيتنج جاية من كلمة بيت حيوان أليف. باص ستوب موقف الأتوبيس. conjugation of verbs تصريف الأفعال، زي ما قلنا في regular verbs أفعال منتظمة وفي irregular verbs أفعال غير منتظمة. المنتظم عشان أحوله من مضارع لماضي بحط له مقطع ثابت. touch touched، هنا حطيت له ed، هنا بت، انتهى الفعل، هي جاية فعل بمعنى يدلل، انتهى بحرف ساكن قبله حرف متحرك، فبضاعف الحرف الأخير وأحط ed. يبقى ليه قاعدة ثابتة الفعل المنتظم؟ طب الغير منتظم احفظه زي ما هو. تيك يأخذ، توك أخذ. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر مهمة. for a walk للتمشية، for a walk. it's difficult to يعني من الصعب أن، it's difficult to. good for مفيد لي أو جيد لي أو صالح لي، زي مثلا milk اللبن is good for us مفيد لينا. find food to يجد طعاما لي. من بوينتس نقاط رئيسية. on listening and reading tickets على نصوص الاستماع والقراءة، جدول مهم بيعلمني ازاي اكتب الباراجراف. هنا topic الموضوع. cats are the best pets، القطط افضل حيوانات اليفة. guiding words الكلمات الارشادية. favorite مفضل وانيمال حيوان، ممكن اقول cats are hen's favorite animals، القطط حيوانات هاني المفضلة. beautiful جميل وفار فارو. cats are beautiful with soft fur، القطط جميلة بالفرو الناعم. clean يعني ينظف أو نظيف، وcalm يعني هادئ. cats are clean and calm animals، القطط حيوانات هادئة ونظيفة. cats يعني قطط وindependent يعني مستقل. cats are independent، القطط مستقلة. for a walk للتمشية. people don't need to take cats for a walk، لا تحتاج الناس أن تأخذ القطط للتمشية. بيجي 80، صفحة 80. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. this is my little not dog، it's very cute، هتبقى بيت دوج، ده كلب الأليف، هو لطيف جدا. the lions not are very strong and sharp، يبقى the lions close مخالب، الأسد قوية جدا وحادة جدا. she doesn't always need any help، لا تحتاج دائما أي مساعدة. she is هتبقى independent، هي مستقلة مش محتاجة مساعدة. listening and reading الاستماع والقراءة. look and read، انظر واقرأ. هانس باراجراف موضوع هاني. cats are the best pets، القطط هي أفضل الحيوانات الأليفة. cats are my favorite animals، القطط حيواناتي المفضلة. and I think وأعتقد they make the best pets، بيعملوا أفضل حيوانات أليفة. they are beautiful، هي جميلة. with soft fur، فروها ناعم. which is nice to touch، يعني جميل الملمس. they are clean، هم نظيفين. and calm animals، وحيوانات هادية. which are usually friendly، عادة ودودين. they like people، بيحبوا الناس. but ولكن. they are independent، ولكن هم مستقلين. so لذلك you don't need to take them for a walk، مش محتاج تاخدهم للتمشي. every day كل يوم. it is true that cats have sharp claws، فعلا صحيح ان القطط لديها مخالب حادة. and teeth، واسنان كمان حادة.
But they only use them, بس فقط بيستخدموهم when they are scared, لما يكونوا خائفين. People also say that, يقول الناس أيضا, when you pet a cat, لما تربي أو تدلل قطة, it makes you happy, تجعلك سعيد. So لذلك, they are good for your well-being too, يعني هي أو هم جيدين لسعادتك. يبقى القطط بتسبب سعادة الإنسان. طبعا مش كل الناس يعني. Cats have soft fur. القطط لديها فرو يعني ايه ناعم. Soft fur. نقط cats make you happy. يبقى petting cats اقتناء أو تربية القطط بتجعلك سعيد. Page 81 صفحة 81. Positive and negative points. نقاط إيجابية وسلبية. About keeping a cat عن تربية القطة. بوزيتيف يعني إيجابي ونيجاتيف سلبي. الإيجابي calm and clean هادئة ونظيفة. usually friendly ودودة عادة. have soft fur لديها فرو ناعم. beautiful and independent جميلة ومستقلة. petting a cat makes you happy اقتناء قطة بيجعلك سعيد. طب إيه الجانب السلبي؟ have sharp claws and teeth لديهم مخالب وأسنان حادة. language focus نقاط لغوية. هنتكلم دلوقتي على أكون جنكشن يعني أداة الربط. إيه هي؟ is a word هي كلمة that join words and phrases together بتربط كلمات وعبارات معا. هنا but ولكن تعبر عن التناقض. you can use but تقدر تستخدم but to join two contrasting ideas عشان تربط فكرتين متناقضتين in a sentence في جملة. زي إيه يا مستر؟ lizards make good pets السحالي حيوانات أليفة جيدة. but ولكن it's difficult to find food for them صعب تلاقي طعام ليهم. يبقى بيقولي ميزة في حاجة وعيب. بيقولي بحب حاجة وبكره حاجة. نفسي ألعب كرة ولكن أنا مصاب. يبقى but تعبر عن التناقض. حاجة فيها ميزة وعيب مثلا. you can mention a negative point تحط إيه نقطة سلبية زي use but. بعد كده استخدم but to explain why it's not really a problem عشان تقول ان دي مش مشكلة. يبقى نقطة سلبية ونقطة ايجابية. It's true that cats have sharp claws and teeth يعني حقيقي ان القطط لديها مخالب واسنان حادة. But they only use them when they are scared ولكن بيستخدموها لما يكونوا خائفين. يبقى هنا مش مشكلة. نقطة سلبية ولكن ان هي مش مشكلة يعني. هنا جايب لي join these phrases using but اربط الجملتين باستخدام but. We want to go to the beach. عايزين نروح الشاطئ. It's raining today. بس الدنيا بتشتي. يبقى أشيل الفول ستوب وأحط بدلها إيه؟ كوما وبط. هكتب الجملة الأولى زي ما هي. We want to go to the beach. But it's raining today. ولكنها تمطر اليوم. برضو my new school is great هكتب دي زي ما هي. مدرستي رائعة. أشيل نقطة وأحط but ولكن وأكمل الجملة التانية عادي. it's far أهي نكتبوها from my house يعني مدرستي رائعة بس بعيدة عن بيتي. يبقى بكتب الجملة الأولى وأشيل الفلوس طب وأحط كوما وبط. تعبر عن التناقض. read and write the correct form اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة. of the words between brackets للكلمات اللي بين أقواس. I like most types of fruit بحب معظم أنواع الفاكهة. نقط I don't like mangoes but ولكن ما بحبش المانجا. يبقى تناقض بحب الفواكه بس ما بحبش المانجا. pizza is delicious البيتزا لذيذة but ولكن. it's unhealthy هي غير صحية. page 82 صفحة 82. general exercises تدريبات عامة on lessons 4 and 5 على الدروس الرابع والخامس. السؤال الأول listen and circle استمع وضع دائرة. the correct answer حول الإجابة الصحيحة. from A, B, C or D من الأربع اختيارات هنسمع ونختار. cats are my favorite animals they have soft fur they are clean and calm they are clean and calm they like people but they are independent. يبقى هنا بيقول لي القطط حيواناتي المفضلة لديها فرو ناعم هي نظيفة وهادئة هي تحب الناس ولكن مستقلة. السؤال الثاني قطعة ناقصة كلمات شارب يعني حاد سوفت يعني ناعم ووك يمشي بيت يعني حيوان أليف أو يدلل كام هادئ. I love animals أحب الحيوانات
We have a not dog. We have a bit dog. عندنا كلب أليف. It's called lucky. يسمى lucky. It is very big. كبير. And has soft fur. وعنده فر ناعم. Lucky likes to run. يحب أن يجري. And play in the park. ويلعب في الحديقة. We take it. بناخده for a walk. للتمشية. Twice a day. مرتين في اليوم. Lucky feels excited. يشعر lucky إن هو محظوظ. When it meets another dog. لما يقابل كلب تاني. Lucky is very friendly. هو ودود جدا. And calm. وهادئ. وفي الهابي وين وبيت ات بنشعر بسعادة لما بندلله أو نقطني يعني. السؤال التالت تشوز اختار. Cats have soft هتبقى فر. لدى القطط فر ناعم. Which is nice to touch جميل الملمس. What is the best animal to keep as a نقط. ايه أفضل حيوان. To keep as a pet تحتفظ بيه كحيوان أليف. تربيه كحيوان أليف في البيت. Sharks have no teeth لدى القروش هتبقى sharp teeth أسنان حادة. So they're very dangerous فلذلك هي خطيرة جدا. Fish are very not bits. السمك are very not bits. They don't make noise. يبقى calm bits. هي حيوانات أليفة هادئة ما بتعملش دوشة. Don't make noise. السؤال الرابع رتب. Cats are good for your well-being يعني القطط مفيدة لسعادتك. Cats are good for your well-being. Cats are my favorite animals. القطط حيواناتي المفضلة. Cats are my favorite animals. القطط حيواناتي المفضلة. Page 83 صفحة 83. What is the quietest animal؟ ما هو أهدى حيوان؟ What is the quietest animal؟ السؤال الخامس قطع عليها أسئلة. Cats are my favorite animals. القطط حيواناتي المفضلة. And I think وأعتقد they are the best pets. هي أفضل حيوانات أليفة. They are beautiful. هي جميلة. With soft fur. ليها فرو ناعم. Which is nice to touch. يعني جميل الملمس. They are clean and calm animals. حيوانات نظيفة وهادئة. Which are usually friendly. عادة ودودة. They like people. بيحبوا الناس. But they are independent ولكنهم مستقلين. So you don't need to take them for a walk. مش محتاج تاخدهم للتمشي every day كل يوم. It is true that cats فعلا ان القطط have sharp claws and teeth ليها اسنان ومخالب حادة. But ولكن they only use them فقط بيستخدموها when they are scared لما يكونوا خايفين. People also say that الناس يقولوا ايضا when you bet أكيد عندما تدل القطة it makes you happy تجعلك سعيد. So لذلك they are good for your well-being too. هي صالحة ومفيدة لسعادتك أو لصحتك. شوز اختار. The text is about. النص عن إيه؟ عن cats القطط. عن cats القطط. Cats are clean and calm animals. حيوانات هادية ونظيفة. We don't need to take cats for a not every day. مش محتاجين ناخد القطط for a walk للتمشية كل يوم. Answer أجب. When do cats use their sharp claws and teeth؟ متى تستخدم القطط أسنانها ومخالبها الحادة؟ هقول لما تكون خائفة. When they are scared. When they are scared. لما تكون خائفة. Cats are good for our well-being. Explain. القطط مفيدة لسعادتك لصحتك. اشرح. ممكن اقول عشان حيوانات نظيفة وهادئة. ممكن اقول ان هي فريندلي. ممكن اقول ان هي مش بتحتاج للتمشية ومستقلة. كل ده مزايا القطط فعشان كده بتبقى مهمة للويل بينج. هقول بيكوز. ممكن اقول لما يكون عندك قطة بتبقى سعيد. بيكوز زي ار clean, calm, and friendly. وبرضو
when you bit a cat لما انت بتدلل او بتربي قطه it makes you happy. اساس الجمله دي when you bit a cat it makes you happy وممكن تزود. السؤال السادس صحح. We went to the park. رحنا الحديقة. Not it was closed. بس مقفولة. هتبقى but ولكن. ولكنها مقفولة. I like football. أنا بحب كرة القدم ولكن لا أحب التنس. يبقى but ولكن. بنكتوت علامات ترقيم. Cats are clean and calm animals. هنا السي كابيتال. طب الجملة بدأ بكلمة قطط. يبقى full stop. السؤال الأخير. اكتب باراجراف من 50 كلمة على your bit. هكتب my bit. Your تحول لmy. المكان صغير لكن هناخد الفكرة. هقول my favorite pet is the cat. حيواني المفضل القطة. ماشي. ممكن اقول I think اعتقد it is the best pet. هي افضل حيوان اليف. It is beautiful. هي جميلة. Calm. هادئة. كلين نظيفة. And independent. ومستقلة. بنستخدم الكلمات. It has soft fur. لديها فر وناعم. لديها فر وإيه؟ ناعم. When I bit it لما أقتنيها it makes me happy بتخليني سعيد. ممكن أكمل شفوي. ممكن أقول مثلا many people like cats يعني كثير من الناس بيحبوا إيه القطط. But they have sharp teeth and claws. ولكن هم عندهم مثلا مخالب وأسنان حادة. To protect themselves عشان يحموا نفسهم. When they are scared لما يكونوا خايفين. دي فكرة الباراجراف. العنوان في نص السطر. هسيب مسافة أول سطر أتكلم عن قطة أو عن القطط عموما. كده يبقى خلصنا الدرس الرابع والخامس من كتاب المعاصر منهج 6 ابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.